الطير في الكرسي الخامس بإذن الله تعالى بحول الله. أشكر جهود جميع علوة بدون استثناء وجميع قبيلة الطير وجميع من ساندنا على مستوى الدائرة الرابعة أو على مستوى البلد، ونسأل الله التوفيق والسداد. نسأل الله التوفيق والسداد. وأرد وأكرر يا أخوان، الله يجزاكم خير. نجح نجح أبو. اللي بيبارك لي يقول لي الله يعينك على حمل الأمانة. إذا أنا صحيح راح أشيل أحط الأمانة إن شاء الله. إن شاء الله إذا حطيت الدائرة الرابعة بأكملها وأبناء الطير وقبيلة الطير وأبناء الدائرة الرابعة والعلاوية نصب عيوني بإذن الله. أبي منكم دعاء واحد أو تهنئة واحدة تقولون لي الله يعينك على حمل الأمانة يا سعود.